لحتى أنا أصل ماشي؟ تمام دكتور، يسلموا، شكراً إلك. تفضل. براق أرسوي تحت يا خانم، بده يشوف الوالد. أنا جاي أشوفه. خير إن شاء الله، شو جابك؟ خالدة، بس مو عيب عليكي هيك؟ أنتوا هيك بتتصرفوا مع الضيوف؟ بدل ما تقولي لي تفضل. بابا ماله بالبيت. وينه؟ ما بعرف، وبيكون أحسن إذا بتمشي قبل ما يوصل، لأنه هو كمان ما رح يستقبلك منيح. خالدة، أنا إجيت لعند عمي حكمت لبوس إيده وأعتذر عن كل شيء عملته معه، مشان ما تكبر هالقصة أكثر من هيك. ومنه بهي الحركة أكيد هو ما رح يوقف يتفرج علي، ما هيك؟ حتى لو بدك تعتذر هيك ما بيمشي الحال. أنا بحكي مع بابا ومن خبرك بوقت يناسبنا ووقتها بتجي لعنا. إيه تمام، بس معقول هيك يعني قدام الناس بتتصرفي؟ بس منه أنا جيت لهون، مو عيب. عفوا منك، لازم رد على الاتصال. إذا رح تبشرني بالخبر السعيد خبرني، وغير هيك سكر التليفون. في مشكلة كبيرة صايرة معنا. عم اسمعك. أخي حكمت جوركان هون. إنا لحالنا بنستناه لحتى يمشي، بس شكله مطول. براق، لازم روح على المستشفى، يلا. والله؟ قلت لي عنا ضيف مهم، ما هيك؟ حلو كتير. معناتها منستضيفه إله كمان ومنودعه بطريقة تليق بقدره. أخي بدنا نقوص على حكمة آغا، معقول؟ طبعاً طبعاً، هو بالأول، هو بالأول. حتى يا ريت تهتموا فيه له أكثر من غيره. يلا بانتظار الأخبار الحلوة منك. خالدة ما بتواخذيني، ما هيك؟ أنا لازم أمشي. بتخبري عمو حكمت إني إجيت وبرجع بسبب له إزعاج بوقت تاني. شو صار أخي؟ شو قال لك براق بيك؟ بده يانا نقوص على الكل. أخي ما تخليني بلش فيكو بحالي، يعني إحنا بنقتلهم، يا براق بيقتلنا وبيقتلهم، فهمت؟ ولا بدك فهمك؟ قوم يلا حرك، كونوا جاهزين وخلونا نقرب من الشط، خلونا ننهي القصة على السريع. يلا يا شباب، يلا يلا. بعدك بأول عمرك وأنت بأول الطريق، خسرت شقفة من عيلتك. بعد عن هالوسخ كرمال تحمي الباقيين منه، وإلا رح تفني عمرك وانت غرقان بندمك مثلي أنا. أنا قطعت هاي المرحلة من زمان حكمة آغا، ما عاد في خط رجعة إلي ابنه. هيك فكر باللي قلت لك يا كمان مرة. إذا قررت إنه تتراجع رح ساوي كل اللي بيطلع بإيدي كرمال ما يقربوا صوبك. أنا بالإذن. العفو، إذنك معك يا أغا. أهلا وسهلا، نورتنا نورتنا. شكرا. بيت أهلا وسهلا. أوفو! خلونا نهرب من هون، إذا لقطونا قبل ما نهرب إذا الحكمة ما رح يتركونا عايشين.
اغا انت منيح؟ انا ما فيني شيء. محمود تعال شوفه كبوس على الجرح. حدا صار له شيء؟ نحن مناح علي رضا، مناح مناح. اخي اصحى لحالك اخي. فاتح صحصح شوي. اصحى فاتح. هربوا الكلاب. علي رضا انت تصوبت. انت منيح يا ابني؟ ايه منيح. ولا دكتور غيرك كان بيقنعني ضلني هون اكتر. مستحيل خلي كلب مثل براق يموتني. عمي انت امتى اخر مره اخذت فيها اجازه؟ معلش بس هاليومين ارتاح. بدك ترجع لنا بصحه منيحه تمام؟ الو شو عم بتقول؟ طيب الاغا منيح؟ ماشي رح انطركم تحت. شوف يا عمي صاير شي لبابا مو منيح؟ ابوك منيح بنتي. صارت قصه صغيره. في شباب متصاوبين. انا رح بدل ثيابي. انا لازم حل مساله البيت هي باي شكل. امي حاطه براسها انها تسافر. ما بعرف هديها. مفكرة إذا باعت البيت وسافرت رح تنحل كل مشاكلنا. في حل أسهل أخي. آه. ما تبيع البيت. أمي ما أنا من النوع يلي بيتراجع. آغا؟ السلاح اللي معك لتنكش سنانك؟ آه. خوف فيه الدلال. وهيك رح ينسى البيعة كلها من أساسها. ليك إذا بتقول إنه ما فيك محسوبك بالخدمة منتهية. ما في داعي. ألو مجد؟ خير عبدو؟ ما في بالعادة دي هدفوا على موقف التاكسي. علي رضا تقوص. شو؟ لك شو عم تقول أنت؟ مثل ما عم قلك. يلا يلا جاي. وين؟ أغا؟ لك شو صار له ها؟ جيبوا نقالة بسرعة. خذوا لجوا فورا. ايه سطحوا على مهلك. بابا عمهلك. ماشي عمهلك. استموا استموا. علي رضا جيبوا نقالة تانية على السريع. ما في لزوم إلا لا تجيبوها. مو ضروري. ما بيصير هيك، شكلك نزفت كثير. اتركيني خالدة، لحالي فوت. معناتها خليك عم تضغط على الجرح. أنت منيح آغا؟ أنت ليش قمت؟ أنا ناقصني لبكة. علي رضا على مهلك، على مهلك. طيب طيب اهدي. ممكن تجيبي لي عدة الإسعافات؟ على مهلك شوي شوي. ضرب براني ما في شي بخوف. وقف خلينا نشوف. كتير منيح ما في شي تمام. جرحت وضلت ماشي. أنا كمان دكتورة دكتور. إصابة بطلق ناري وتسبب بسحجة خارجية. ما في إصابة لأي أعضاء داخلية بس لازم يتنظف الجرح وينعطى كورس أنتيبيوتيك. تمام حضرة الدكتورة تفضلي نحن منهتم فيه. طلعي لي الوريد. حاضر. ما تخاف رح تكون منيح اطمن. شكراً.